الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم تغطيه هذا الحدث اللي خارج على الاراده ديالنا، والاسباب هي هذه. ها هي دي الاسباب كلها. هاد الناس هادو ما بغاو يديروا معنا حتى حل، رغم اننا راسلنا جميع الادارات المعنيه، راسلنا مفتشيه الشغل. ها الدليل ها هي دي. هاي من 15 سبتمبر باش راسلناه باش نيفيتيو هاد الوقفه هادي 15 سبتمبر، وما كاين حتى رد فعل. من بعد راسلنا المدير ديال صندوق الضمان الاجتماعي، لاننا ما كنستافدوش من التغطيه الصحيه رغم انها كتقتطع من الرواتب ديالنا منذ 2017. هاي دغوا فيرمي، هاي دغوا فيرمي ديال لا سين اس اس دغوا فيرمي. هانت هاي منذ 2017 ما كاينش، وانها كتقتطع لنا من الراتب ديالنا. ها هي دي ما كتفيرساش للصندوق. شنو ترتب على هذا الشيء؟ اننا ما كنستافدو لا من دواء لا من التعويضات العائليه توقفات، لانه ما تاديش واجب الخيرات. هذه 3 سنين توقفات التعويضات العائليه ديالنا، واللي ترتب على هاد التغطيه الصحيه الاجباريه اللي هاد الناس كاع ما عندهم اجباريه، واللي رغم ان جلاله الملك الله ينصرو في الخطابات الاخيره ديالو شنو دار؟ نقطه وحده كيصب فيها الخطابات كامله، هي ان كل فرد من الرعيه خصو تكون عنده التغطيه الصحيه، وتكون عنده العداله الاجتماعيه والرعايه الاجتماعيه. والدليل على ذلك الخطاب الاخير اللي داروه في افتتاح الدوره ديال البرلمانيه الحاليه، واللي حط فيه على تطبيق وتفعيل هذا الورش اللي هو التغطيه الصحيه الرعايه الاجتماعيه. وترتب على هذه القضيه ديال التغطيه الصحيه اللي تقطعت في 2017 ان سيده معنا استاذه 30 عام وهي خدامه، لان هنا هاد الاطر كلها عندها 30 عام فما فوق، وبغاو يسيبوها للشارع منين هادو تيطالبوا بالحقوق ديالهم اللي هي مشروعه وحقوقها. اذا السيده مسكينه الله يرحمها توفات لان اصابها المرض الخبيث، والعلاج ديالو مكلف وباهظ وما قداتش، وما كانتش كتستافد من التغطيه، وما يمكنلاش تستافد حتى من الراميد لان كطلع في السيستم ديال سي ان اس اس، لان هي راه ديكلاري ولكن ما تاديش عليها. اذا السيده بقات كتعاني على المرض في البيت ديالها، لا علاج لا والو، وانتقلت للرحمه ديال الله دار البقاء الله يرحمها ويوسع عليها. اذا حنا كنا مصيرنا بحال هذيك السيده، لا تغطيه لا والو. النقطه الثانيه عندنا عدم تكمله الاجره ديال كوفيد من 4 و 5 و 6 و 7، ما خديناش التكمله، عطاونا واحد بحال افونس ولا شي حاجه اللي هي غير ديال هذا، وقالوا غيكملوا ما كملولناش الاجره ديالنا. وعدم الاستفاده حتى من المنحه الاقدميه ما كايناش، هي في البلتان دو بي، هي وريتها لك قبيله انها ما كايناش. ها هي لي بلتان دو بي. شنو عندنا؟ بخيم دونسيتي والو. عندنا لا سي ان اس اس هي الكوتيزاسيون كيقطعها، عندنا لامو كيقطعها ولكن ما كيفيرسيهاش الصندوق، ما كيفيرسيهاش. هاد الناس النوايا ديالهم شنو هي ما عارفينهاش، لان اولا عنو على اقفال في 4 سبتمبر، هاي على ان المدرسه غتشد فيغماتيغ ديفينيتيفمون الموقع ديالهم الموقع، وعيطوا لنا وقالوا لنا المدرسه غتشد اجيو ديروا اجتماع. جينا من بعد عيطوا للاباء، الاباء عيطوا لهم باش ياخذوا المغادره، النص الكبير كله خدا المغادره ديالو. وشنو باش كملوا؟ زادوا الطين بالله انهم باعوا الكيران، مع الترونسبور كانوا 8 الكيران ما بقى تكر. اذا شنو هي النوايا ديال هاد الناس؟ حنا ما عارفينش. من بعد 48 ساعه عيطوا لنا قال لنا اجي المدرسه حلات. ملي جينا بداو تيمارسوا علينا جميع طرق التعسف،